خلينا نروح معاكم لجامعة الأقصر اللي أعلنت عن تشغيل أحدث معامل الأنسجة لتجهيز العينات بكلية الطب اللي بيساعد في تأهيل الطلاب وتطوير مهاراتهم من خلال توفير أحدث الأجهزة والتقنيات طبقا للمواصفات العالمية. حقيقة إضافة علمية جديدة في جامعة الأقصر، نتعرف على تفاصيل أكتر مع الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر اللي معانا على الهواء. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب وبخير وسلامه. حابين في البدايه نعرف من حضرتك اهميه هذا المعمل اللي تم تشغيله حاليا بجامعه الاقصر. بسم الله الرحمن الرحيم. جامعه الاقصر من احدث الجامعات في صعيد مصر. 2019 كليه الطب في العام الثالث على التوالي. السنه دي بنستكمل تجهيز احدث التجهيزات العلميه بالكليه. معمل الانسجه بكليه الطب بجامعه الاقصر في يعني احدث ما يستخدم في تحليل الانسجه السرطان والاشياء الاخرى. كمان ضم عدد كبير، يعني يمكن الواحد لما بيشتري جهاز، احنا جايبين جهاز وكوبي ليه علشان الاستدامه والاستثمارات اللي بتبذلها القياده السياسيه في صعيد مصر لانشاء احدث كليه على مستوى الصعيد وتوازي الكليات القمه في القاهره والجامعات الخاصه. احنا بنقول كليه طب جامعه الاقصر كليه حكوميه مصرية، استثمار من الرئاسة واهتمام الرئاسة بالصعيد لتضاهي الكليات يعني المرموقة بالقاهرة. الجهاز يعني عايز أقول أنه تورد أكثر من 10 أجهزة، منهم أحدث جهاز لتقطيع وصبغ وكله أوتوماتيك، بحيث زمان كان ياخد بالايام، على يعني يقول لك الانسجه تعالى بعد يومين او ثلاثه تاخد النتيجه، لا ده ممكن خلال اقل من 24 ساعه باذن الله يكون الجهاز ده يساعد في نقله بالنسبه للصعيد. في جهاز برضه هيضم للمستشفيات من خلال قسم الهيستوباثولوجي اللي هو تحليل الانسجه المباشر، يعني اثناء العمليه ممكن التقدم في اجراء العمليه يتم من خلال تحليل الانسجه في ذات الوقت. دي من الأجهزة اللي مش موجودة في صعيد مصر، يمكن الأول على مستوى الصعيد. ده هيدينا فرصة لعمل بروتوكولات وتعاون مع شفا الأورمان مع الجامعات الأخرى، لأنه من الحاجات اللي هي تخفف في شراء الأجهزة. يعني في جامعات أخرى في مدينة طيبة بيتم إنشاء لكلية الطب، ممكن الأجهزة دي تسد عجز لجامعات أخرى إن شاء الله. احنا يعني الكليه بتشتغل من 3 سنين، وكمان بالاضافه الى كليه العلوم اللي هي بدات الدراسه هذا العام وبرضه مجهزه باحدث الاجهزه. وهنا بقول ده استثمار الدوله المصريه في جامعات الصعيد، ويعني الاستراتيجيه القوميه لوزاره التعليم العالي لربط اولادنا بسوق العمل. يعني بحيث انه يبقى الاجهزه اللي موجوده حديثه، الطالب والمعيد والمريض بيستفادوا منها في ذات الوقت. هايل. طيب دكتور حمدي، يعني اي التخصصات اللي هيخدمها هذا المعمل، وعشان برضو نستوعب مدى اهميه تطوير معمل جامعه الاقصر باحدث المعامل الانسجه، خليني اعرف من حضرتك ايه اللي كان بيحصل قبل كده؟ احنا معظم الاستفاده حقيقيه على مستوى الطلبة وعلى مستوى المريض والأطباء. مستوى الطلبة أنه الطالب ما يقراش حاجة في الكتب بس، ما يشوفش التطبيق العملي ليها. المعيد والمدرس المساعد في تحضير الدراسات العليا بيمارس الأجهزة ذات المكان بدل ما يروح مكان ياخد نتيجة ويحللها وكده. بالنسبة بقى أهم المريض، تحليل الأنسجة مهم لجميع التخصصات الطبية، الجلدية، الجراحة العامة، جراحات الأورام، الأنف والأذن، الرمد، العظام، كلها بتحتاج تحليل أنسجة خلال خطوة من خطوات العمل، التشخيص المريض.
لما يبقى سرعة التشخيص تتم في أقل من 24 ساعة بوجود مجموعة من أساتذتنا من داخل الجامعة ومن جامعات الصعيد اللي هم بيدلوا بدلوهم في التشخيص، ده هيسهل على المريض في العينات وتحليلها، لانه الطب دلوقتي معتمد على طبعاً التقدم العلمي في التشخيص. بكل تاكيد نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور حمدي حسين رئيس جامعه الاقصر، شكرا لحضرتك يا فندم.